تأكيدا على كلام حكيته قبل، شفت هاي من هذا الكتاب، شفت هاي الجملة، إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه مع الشيطان ومع هواه وشهواته، مع مطامعه ورغباته، مع مصالحه ومصالح عشيرته وقومه، ومع كل دافع إلا العبودية لله وتحقيق سلطان الله في الأرض. طبعا هذه من كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، كتاب جدا جميل بنصح أي حد يقرأه خاصة بهاي الفترة. طبعا الإنسان له أعداء ظاهرين له أعداء باطنين، والأعداء الباطنين ممكن يكونوا أخطر من الظاهرين، وإن أعداء المرء نفسه التي بين جنبيه. ليش؟ أنا بتأمرنا على كل الممنوعات والشهوات والمعاصي. طبعا بتعرفوا أنه النفس ثلاث أنواع، أول النفس اللي هي الأمارة، والنفس اللوامة والمطمئنة، ضروري تقرأ عنهم الثلاث، ما في تفاصيل فيهم، وإحنا كنا بنمر فيهم الثلاث. يعني في ناس تحكي أنه خمس أنواع، بس بشكل عام هن هدول الثلاث. مجاهدة النفس إلها خطوات أو إلها مراتب، تمام، ما بتصير بيوم وليلة. يعني في أحدهم، في مقولة لأحدهم نسيت من هو، قال جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. فأول مراتب مجاهدة النفس حمل النفس على تعلم أمور الدين، تمام. إذن أول إشي حمل النفس على تعلم أمور الدين، أوكي. بعد تعلم أمور الدين، طبعا تعلم أمور الدين من مصادرها الصحيحة وبالطريقة الصحيحة، بعد تعلم أمور الدين شو المنطق يصير فيه؟ تطبيق ما تعلم، تمام، العمل بما تعلمت النفس. إذن مجاهدة النفس بهاي الأشياء اللي هي خطوات، أول شيء تعلمها أمور الدين، العمل بما تعلمت، بعد ما طبقت النفس، ثالث شيء تعليم ما تعلمت وعملت به، تعليم أمور الدين للناس، بعد ذلك الدعوة لتوحيد الله، وبعدين الإنسان بيروح بجاهد في المعركة، تمام. طبعا شو سلاحك خلال طريق مجاهدة النفس؟ سلاحك في هذا الطريق الطويل هو الصبر، ثم الصبر، ثم الصبر، زائد الدعاء والاستعانة بالله، تمام. هذا جدا مهم، من الأقوال الجميلة اللي بحبها. في حدا سأل عمرو بن العاص عن الجهاد في المعركة، يعني في الأرض، فأحزر شو قال له، حكى له ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فغزها. يعني الإنسان لازم يعمل غزوة وحرب على نفسه، فغزوها، أوكي، طبعا مش هيك، فغزوها، تمام. وآخر شيء بذكركم بقول الله عز وجل في سورة الشمس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، الاثنين، ألهمها الشر والخير. قد أفلح مين؟ قد أفلح من زكاها. الفلاح والنجاح لمن زكى هذه النفس، تزكيتها بتطهيرها من الذنوب، ترقيتها من العيوب، تعليها بطاعة الله، بالعلم النافع والعمل الصالح.